وللحديث أكثر عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع التحضير لمسيرة الأعلام ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي. حياكم الله أستاذ ماهر. حياك الله. أهلا بك أستاذ ماهر. من جديد يطل علينا الحدث السنوي بانتهاكاته ضد الأقصى بما يسمى مسيرة الأعلام. اليوم جدد مئات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، برأيك ما هي الرسالة التي يريد هؤلاء المستوطنون إيصالها في هذا الوقت؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وضد المسجد الأقصى المبارك والقدس والمرابطين لم تتوقف يعني على مدار يعني السنة هنا، يعني لا ينتظرون فقط موعد أو ما يسمونه باحتلال القدس الشرقية، وإنما هناك استفزازات يومية يعني يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بحماية ورعاية الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. الرسالة التي يريدون أن يوصلوها هي رسالة استفزاز ليس فقط لشعبنا الفلسطيني، وإنما أيضا لأمتنا العربية والإسلامية ولكل حر في هذا العالم يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. اليوم ما جرى في مسيرة الإعلام وهذه الاقتحامات التي تمت بإشراف من الحكومة الإسرائيلية، يعني اليوم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حكومة بنيامين نتنياهو توفر الحماية لهؤلاء المستوطنين لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذا الاقتحام وهذا التدنيس يعني يصطدم بصمود أبناء شعبنا والمرابطين في مدينة القدس المحتلة والمدافعين عن المسجد الأقصى المبارك، وهذه الاقتحامات هي دليل ضعف هذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يعني هو يحاول أن يستفز مشاعر الشعب الفلسطيني ومشاعر الأمة العربية والإسلامية. واليوم ما جرى في مسيرة الإعلام ويعني رفع الشعارات التي تدعو إلى قتل العرب وقتل المسلمين وأيضا شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دليل أن هذه الحرب يعني وهذا العدوان لا يستهدف الشعب الفلسطيني، وإنما يستهدف يعني الشعوب العربية والإسلامية ويستهدف الأمة العربية والإسلامية وكل حر يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. فهذه الرسالة التي أراد يعني المستوطنون وأرادت الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي رسالة عدوانية ليس فقط يعني للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وإنما أيضا هي رسالة عداء لكل الشعوب الحرة في العالم. خلافا لسنوات سابقة تنظم الجماعات المتطرفة والمستوطنات هذا العام مسيرات من عدة محاور باتجاه البلدة القديمة، يعني كيف تقرأ هذا التحول من قبل منظمي المسيرة؟ هل قد يكونوا حصلوا على تطمينات من الحكومة الصهيونية مثلا أم ماذا؟ يعني لا شك اليوم نستطيع القول أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والشعب الإسرائيلي وأيضا يعني الجيش والشرطة الجميع متآمرون، يعني ربما هناك خلافات وتناقضات سياسية تعيشها الحكومة اليمينية المتطرفة، ولكن بالنهاية يعني هؤلاء الصهاينة يقفون موقف موحد تجاه قضية احتلال فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني وتجاه قضية سياسة التهويد والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. هذا يعني هذه المسيرة هي تأتي بحماية ورعاية الجيش الإسرائيلي والحكومة اليمينية، يوم نتحدث عن يعني أكثر من 3000 جندي إسرائيلي المدينة، يعني الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي حول مدينة القدس اليوم مدينة مغلقة، منطقة عسكرية مغلقة لتأمين وتوفير الحماية لقطعان المستوطنين يعني تنفيذ هذه المسيرة، مسيرة الإعلام واستفزاز الشعب الفلسطيني. وبالتالي اليوم الجميع شركاء يعني هذه المسيرة، اليوم وزراء من الحكومة اليمينية المتطرفة كانوا موجودين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك وكانوا أيضا موجودين في هذه المسيرة، وايضا يعني هو يريد ان يوجه رساله ان الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يفرض سيطرته في مدينه القدس، وحقيقه هذه الرساله تثبت العكس. يعني اليوم الاحتلال الاسرائيلي وهذه الحكومه اليمينيه المتطرفه عندما تحشد هذه القوة العسكريه الكبيره لتامين الحمايه لهؤلاء المستوطنين، هذا يعطي رساله عكسيه ان هذا الاحتلال لا يبسط سيطرته على القدس. هذه النظريه الامنيه الاسرائيليه وان الاحتلال يسيطر على مدينه القدس ويحتلها هو احتلالها، ولكن هي هذه النظرية فشلت أمام صمود شعبنا ويعني تصدي شعبنا لهذه السياسة العدوانية. إذا أردنا أستاذ ماهر أن نتحدث داخليا بالنسبة للكيان الصهيوني داخليا، ما مصلحة الحكومة الإسرائيلية في دعم مثل هذه المسيرات؟
نعم، الحكومة التي يعني الحكومة الإسرائيلية اليوم هي حكومة يمين متطرف يرأسها بنيامين نتنياهو، وهناك خلافات سياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذه الحكومة تريد أن يعني أن تحاول أن تتقرب من جميع الأطراف، خاصة يعني الطرف اليميني داخل هذه الحكومة والأحزاب المتطرفة، والتي تعادي بشكل كبير شعبنا الفلسطيني، ويعني تمارس ضد سياسة عدوانية وتهويدية ضد الشعب الفلسطيني. هذه الحكومة اليمينية تريد أن تقول أنها حكومة قوية وتفرض سيطرتها في مدينة القدس وعلى شعبنا الفلسطيني، ولكن الحقيقة أن الرسالة تصل بشكل معاكس. يعني هذه الإجراءات الأمنية وهذه يعني أن تكون هذه الحكومة تقف وتحمي وتوفر هذه الإمكانيات العسكرية والأمنية لحماية هذه المسيرة، تعطي رسالة عكسية أن شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس نجح في التصدي للسياسة العدوانية الإسرائيلية والتهويدية ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن شعبنا الفلسطيني بصموده يعني أفشل هذه السياسة اليمينية المتطرفة، وأن اليوم رغم الخلافات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الإصلاحات القضائية التي يريد بنيامين نتنياهو تمريرها في الكنيسة الإسرائيلي، لكن اليوم هذه تعكس أنه اليوم المجتمع الإسرائيلي بحكومة اليمينية المتطرفة واليسار الجميع متفقون على سياسة العدوان تجاه شعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج موحد في التصدي لهذه السياسة العدوانية. واليوم يعني المطلوب هو أن يكون هناك موقف عربي وإسلامي ودولي أيضا داعم لشعبنا الفلسطيني وأيضا لمقدساتنا داخل فلسطين ومسجد الأقصى المبارك، لأن هذا العدوان على القدس والمقدسات في فلسطين ليس فقط عدوان على الشعب الفلسطيني، وإنما هو عدوان ضد كل الشعوب العربية والإسلامية والأمة العربية الإسلامية، وأيضا كل عدوان ضد الشعوب الحرة، وأيضا يعني ما جرى في هذه المسيرة، مسيرة الإعلام وهذه الهتافات التي ورفع الشعارات التي تدعو إلى قتل العرب والمسلمين، إنما هو يعني دليل واضح أننا أمام حكومة يمينية وأمام شعب يعني أمام احتلال متطرف يعني يهدف إلى قتل الشعب الفلسطيني وتشريد الشعب الفلسطيني واستمرار نكبة الشعب الفلسطيني، وهذه مسيرة تتوافق مع يعني ذكرى 75 لنكبة شعبنا وتهجير شعبنا عام 42. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام، المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.